حياكم الله في هذه الفقرة. القناعة اللي عندنا أو الفكرة السائدة الموجودة عن الميكروبات، نسمع ميكروبات معود افتك العلاج الفلاني والعلاج الفلاني وروح حق الطبيب انها ضارة، ميكروبات ضارة خلاص. لكن احنا راح نسلط الضوء اليوم على صفة هذه الميكروبات، شنو الميكروبات؟ شنو الفيروسات؟ راح نتعرف عليها ونفرق بينها ونتعرف على عوائلها ونشوف هنا احنا نستفيد منها ولا ما نستفيد؟ الفائدة بس حق الإنسان؟ ولا الفائدة حق النبات؟ ولا الفائدة أجلكم حق الحيوان؟ ولا الفائدة حق الجماد؟ حتى الجماد يستفيد من الميكروبات؟ شلون؟ من ضيفنا الكريم راح نتعرف على كيف نوظفها لخدمة الإنسان وخدمة الكرة الأرضية وما عليها مع الدكتور خليل يعقوب ماتقي، باحث علمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية. مساء الخير دكتور. مساء النور. كيف حالك؟ طيب الحمد ان شاء الله بخير. الله ساعة مباركة، ساعتك مباركة، شرفنا فيك. احنا زاد شرف. الله يسلمك. واعتقد ان الحديث اللي تكلمنا فيه قبل شوية اتمنى ان نفس نعيده حق المشاهد الكريم. نبي ننطلق بالبداية ميكروبات، فعلا لما نسمع ميكروبات يقولك الله يعافيك الله يشافيك، اعتقد انها مرض. لما اقول على ميكروبات، شنو ميكروبات؟ هي بالاسم طبعا الكلمة هذه ما هي عربية، هي بالاصل لاتينية. ميكروبات تعني بكائنات دقيقة صغيرة متناهية بالصغر ما نقدر نشوفها بالعين مجردة، نحتاج أجهزة معينة مثل الميكروسكوبات لتكبيرها إلى حجم نقدر نشوفها. طبعا هي مصنفة لسهولة دراستها، لسهولة الرجوع لها، لسهولة البحث ولسهولة توظيفها مثل ما تفضلت بداية الكلام. طبعا هي من وين جت؟ هي أقدم كائن حي على فكرة على الكرة الأرضية. طبعا احنا عرفنا ان الممالك المملكة الحية يسمونها المملكة، طبعا مقسمة الى ممالك، مملكة الحيوان مكرم سام من ضمنها الانسان، مملكة النبات، ومملكة الكائنات الدقيقة او الكائنات احادية الخلية. هذا في السابق التصنيف، لكن الكائنات الدقيقة نتكلم عنها الميكروبات الحين صارت بروحها ثلاث ممالك، كل مملكة بروح ممثلة. يعني واحدة من المملكة، إذا أعطي مثال مهم أو معروف، بكتيريا. مملكة ثانية مثل مملكة الحيوان بما فيها فقاريات لا فقاريات، صارت مملكة بروحها، بروحها من كثر تنويعها ومن كثر أنواعها ومن كثر الأجهزة الدقيقة اللي نقدر نستخدمها ونطلع على أنواعها ولها تصنيفات. هذه بكتيريا بس. بكتيريا. المملكة الثانية. المملكة الثانية مملكة الفيروسات، أو فيها معها بعض كائنات أخرى مشابهة لها في الوظائف وفي الدور. والمملكة الثالثة اللي هي الفطريات. تمام، هي تعادل المملكات الأخرى اللي قلنا عنها، النبات بكامل أنواعها. وش راح نحكي عنه اليوم دكتور؟ نقدر نحصل بشكل نعم هو بشكل بسيط وسريع عشان نطمن الناس والسادة المشاهدين أن ترى يا جماعة الله سبحانه وتعالى رحيم بالإنسان. يعني خلقه ووظف كل ما في الكرة الأرضية هذه لخدمة الإنسان. نعم. زين، وحط فيه شيء مهم، جهاز مهم جدا اللي هو العقل، ويحسن استخدامه. يعني البكتيريا أو خلينا نقول كل الميكروبات، لأن قلنا ميكروبات نقصد في الممالك الثلاثة بما فيها مع بعض. ميكروبات يعني احنا نتكلم عن لا يقل عن 98% من الفيروسات والبكتيريا والفطريات غير ضارة. إذا ما تفيد غير ضارة، إذا الضرر اللي يجي اللي نعرف عنه احنا اللي هو يسبب مثلا أمراض، ترى مو بس أمراض، يعني لما نقول ميكروبات مو بس صحة وإنسان، في أمور كثيرة أخرى يعني يكون سببها الميكروبات. حتى نفوق الأسماك واحدة من أسبابها ترى الميكروبات، النفوق اللي نشوفه عندنا هذا حتى نفوق الأسماك. نعم، لأن هي دور واحدة من أسبابها الطحالب الحمراء، وهذه ميكروبات. زي الميكروبات مو قلنا إحنا مضارة؟ تمام، إحنا قلنا 98% منها مضار. إذا ما يسويها أقل من 2% بعد هذه وراء كل هالمشاكل. نعم، زين هال 98 ما تقضي على 2% او 1%؟ مختلف، ولا هو توازن بيئي يعني موجوده؟ هو مو بس توازن، هو من حيث القوه، من حيث الانتشار. يعني انا اعطي مثال بسيط، يعني مثلا الحين احنا نتكلم بالكويت، لما تقول مثلا العائله الفلانيه ولا ما تقدر تقرب صوبها شرشه فلوس. مثلا تقول العائله الفلانيه، تقول ما شاء الله عدد انفارها عدد كبير. بالضبط نفس الشيء الميكروبات، يعني في فيروس هو الفيروس الاصغر في الحجم إذا ما قورن في الفطريات والبكتيريا، ولكن هو الأكثر خطورة وأكثر فتك الفيروس. يعني يقدر يقضي على البكتيريا، ويسمونه بكتيريوفاج، فاج يعني يأكل البكتيريا. تمام، طبعا إذا بنعطي أمثلة مثلا على سبيل المثال اللي هو واحد، نعطي شوية نافع وشوية ضار. يعني حتى الضار نقدر نستخدمه لخدمة الإنسان وعلاج الإنسان. شو نسوي؟ يعني مثلا عارف إن الحين نوع من أنواع الفيروس اللي يسبب بعيد الشر، شر الأطفال. نعم، اللي نطعم فيه قبل أن ندخل الروضة. نعم. شلون نطعم فيروس؟ ليش ما يسبب المرض؟ ما يسبب لنا، ناخذه بعدد بسيط
ومقيد هذا الفيروس. هذه الحملة اللي صارت قبل فترة أيضا حملة التطعيم اللي عادت وزارة بوستر الصحة مرضى. بوستر يعني على أساس إذا صار في مثلا في على سبيل المثال الأجواء اللي حوالين البلد مثلا في تسمع لازم في بعض الأوبئة إذا صار جديدة طلعت ولا شيء مثل الكورونا مثل الأمور اللي طافت بالفترة الوزارة الطيور نعم فيصير لازم في طبعا مثل إجراءات معينة لازم تسويها مثل إحنا نسويها بالكويت نراقب مثل درجة الحرارة على سبيل المثال نراقب تصرف بعض الناس والأمور هذه تمام ليش لأن هي تسبب الأعراض هذه بالنسبة حق التطعيمات إحنا شو نسوي ناخذ الفيروس نفسه اللي سبب المرض بس ما نعطيه بنفس العدد صحيح ونفس الوقت الكثافة أو نفس جزء بسيط ناخذ منه جزء منه ليش على ونحطه في مكان لأنه معروف مثلا على سبيل المثال نوع من الأمراض ما يسببها إلا فيروسات لأن تهاجم الجهاز العصبي في الإنسان نفس التطعيم اللي ناخذه بالمدارس دكتور نعم هذا هو عبارة عن الميكروب المناعة نفسه جهاز المناعة يتعرف على الفيروس نعم. أو الميكروب هذا إذا دخل الجسم نعم. من خلال هذه الجرعة اللي أنا خذيتها في سفري اللي هي البسيطة إيه؟ في بعضهم مقيد على أساس لأنه خطر ونحطه في مكان لا يمكن يسبب المرض يعني مثلا على سبيل المثال الانفلونزا انا شاركت فيها ما كنت طالب في كليه الطب مع الله يذكرهم بالخير الدكاتره اللي انا صراحه افتخر فيهم دكتور تحسين النقيب ودكتور وداد النقيب هذين من اساتذتي في الميكروبات فكنت انا طالب بذاك الوقت بسنه رابعه فكان بدايات العمل في مشروع تطعيم الانفلونزا كان تحت التجربه هذا الكلام في 1985 او 86 تطعيم ضد الانفلونزا نعم الانفلونزا هذا اللي تينا كل فتره نعم كان في مشروع تطعيم لها لا كان في اختبارات اساس ما يطلع على طول للجمهور صحيح يحتاج اكثر من 5 سنوات بحث نعم زين ففي ذاك الوقت طبعا كان مجرد نجري ابحاث مثلا نجريها على اول شيء يمكن نسمع على حيوانات مشابهه للانسان والتدريج هذا الين نشوف اذا في بعضها اعراضها اخطر من علاجها فنتركها شو اللي حصل تبشر يا معود هذه زين لا الحمد لله الحين احنا شغالين فيها قاعد في تطعيم ضد في تطعيم يعني صار له كم سنه في الكويت نطعم الكبار في السن اللي هو اكبر من 70 سنه واذا في اعراض ثانيه او امراض اخرى فنخاف عليه يعني اذا الله لا يقول حاشا نوع من انواع الانفلونزا الخطره يمكن قتله قاتل بالنسبه له بس يقول ايضا هذا التطعيم مو زين دكتور هذا اعراض الجانبيه خطره اعراض الجانبيه مو زينه تيك بعدين مضاعفه الفيروس يتطور تمام هو اكثر من تطعيم فيه من حيث النوع لانه هو الانفلونزا او الفلو فيروس عوائل وانواع صحيح اخطرها اللي هو يسمونه الكورونا كورونا هذا اسم لاتيني كورونا يعني كراون تاج من اسمه هو الاخطر فبالتالي هو يعتبر مثل التاج على راس عائلته انا تصدق تفتح لي كذا محور دكتور هذا يكون موجود في دول معينه وينتقل يمشي مع الهواء ومع غيره اما المناخ هنا ما يتحمل المناخ الكويتي يتحمل المناخ الاسيوي المناخ الاوروبي تمام. الافريقي يعني هذا اقصده تمام هو يعيش بالبروده هذا يعيش بالحراره هذا تصنيف ترى مجرد البروده والحراره تصنيف الاكسجين تصنيف هاي تحب الاكسجين واخرى ما تحب الاكسجين فيسمونها هوائيه ولا هوائيه مثلا الشكل لا تصنيف الصبغه ببعضهم تاخذ صبغه معينه تصنيف معود طمنا الكويت هنا على درجه الحراره اللي موجوده والبروده اللي تصير موجوده نعم. شنو ممكن الفيروس اللي ما يعيش عندنا نعم الفيروس يقل يقل نشاطه يعني. الفيروس اللي يقل خطورته واللي هو طبعا احنا على طول نرصد هالامور هذه زين ويكون في تعاون بينه وبين كمعهد ابحاث يعني نعم مثلا احنا طبعا نتكلم عن معظم انواع الفيروسات فوق درجة حرارة 40 غير نشط يعني إذا تتذكر انفلونزا الطيور هالأمور هذه صارت بالصيف وكانت درجة الحرارة بارتفاع كانت بالثلاثينات بعد ما عدت 40 راحت أموره خلص صار غير فاعل أو غير مسبب الأمراض أنت لو تلاحظ لكن موجود ما يموت الفيروس ما يموت الفيروس. نسبة كبيرة منه ما تموت حتى في بعض الأمراض يعني مثلا الحين على سبيل المثال خلينا نقول مثال للناس أكثر السادة المشاهدين يعرفونه اللي هو التسمم الغذائي مثلا نعم. اللي أخذ واحد أكل مو نظيف أو شيء فيصير عن طريق كرم السامع يا أما على الاستفراغ ولا طريق السائل نعم. ترى لما تأخذ مثلا يعطونك سوائل وهذا يحاول على أساس لا يصير للمريض جفاف فيعطيك مثلا الدربات والامور هذه ويعطيك شويه مضادات ترى ما تقتل الفيروس هذا او المسبب هذا هذه بسبب الاستفراغ والامور هذه هو يطلع منك هو مثل على قولتنا بالكويتي يزهق منك ويطلع هو الفيروس نفسه نعم واحد احنا شنو نعطي شغلات للمريض على اساس يقدر يعني مثل يتعايش مع الفيروس هذا
واحد. اثنين طبعا يعني في يعني اجسادنا دكتور حامله لفيروسات غير نشطه. واحد اثنين انا اقصد شنو؟ انا يعني عبرت صحيح يعني؟ نعم شوف انا اقول لك اذا واحد انا ما ودي يعني اخلي الناس في تلف يعني مثلا الحين اللي فيه مثلا على سبيل المثال حاشه تسمم غذائي نعم زين الفيروس يطلع منه لكن كميه قليله تبغى ما تروح. فاذا خلي احتاط اذا لا قدر الله صار واكل اكل احنا ليش ننصح لا الناس تاكل من برا والامور هذه اكل بالبيت ما تسجلت والله من تاريخ تاسيس مستشفيات بالكويت الى اليوم هذا تسمم غذائي من البيت تخيل صح من جميع المطاعم ما بي يعني هذه صيغه رسميه دكتور نعم ما صار يعني من البيوت الا يمكن النادر يمكن تتخلص من ريالها هذا شيء ثاني اما بالنسبه حق المطاعم اللي برا لا والله ما استثني احد يمكن يصيرون ضد المطاعم كيفهم بس ما استثني احد واقع الحال للاسف من جميع انواعهم تمام فالغرض انه لينتبه الشخص من التسمم الغذائي لا يصير عليه يعني ورا بعض اقصد انه راح يصير جرثومه المعده دكتور نفس الموضوع تمام بالنسبه حق جرثومه المعده شوف خليها بعد فاصل ايش رايك توكل على الله عشان الناس تنتبه معانا في هذه القضيه جرثومه المعده وكيف نعالجها ونسمع بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه احنا تكلمنا الحين للحين قاعد نحكي بالانسان ها تدرون ان في من الميكروبات هذه اللي هي الممالك الثلاثه تعالج مشكله البلاستيك البلاستيك العالم كله قاعد يعني يقول لك البلاستيك هذا راح يسيطر على الارض والشيس مال الجمعيه اللي انت تاخذه لا يمكن انه يتحلل لو قعد كم سنه ما يتحلل، زين وين راح نوديه؟ وين نبتلش فيهم؟ الاجهزه اللي قاعد نقطها بين فتره وفتره وتاخذها البلديه والردم اللي قاعد يصير والاذيه اللي راح نتاذاها احنا كبشر. يقول لك الميكروبات تقضي عليها شلون بعد الفاصل. دكتور موضوعك شيق جدا، والله شوف الحديث اللي تكلمنا عنه بالفاصل وصلنا للنفط، بالبكتيريا يمكن تستغني عن الاجهزه لاستخراج النفط من خلال هالميكروبات هذه. دكتور على موضوع جرثومه المعده، كثير من الناس يعاني من جرثومه المعده اللي تسبب له قرحه وغير قرحه، هذه سبب الميكروبات كيف تعالجه؟ نعم، احنا مره ثانيه نقول احنا ما نبي نخوف الناس. بس خلينا نقول شغله، في ميكروبات يعني مفيده، انت تحكي عن مفيده لازم تكون موجوده في جسم الانسان. زين؟ منها فيروس في بكتيريا وفي فيروس. الحين الفيروس ما ذكرت الجرثومه هذه فيروس شنو يعني جرثومه؟ الجرثومه هي الميكروب يتجه يا اما عنده واحده من الاتجاهين يا اما الوحده تصير ثنتين والثنتين اربع والاربع ثمان وهالمجره هذه يسمونها تكاثر. اذا كانت الظروف كلها زينه بالنسبه لها اكل موجود وحراره زينه نسبه الاكسجين عندها زينه فتتكاثر لكن اذا صارت الظروف مو زينه بالنسبه لها بدل ما تتكاثر تلجا الى التجرثم عشان تحافظ على نوعها وهالتجرثم ممكن يقعد سنوات طويله مئات السنين تظل موجوده بجسم الانسان مو شرط جسم الانسان اذا كان ظروف مو زينه سواء جسم الانسان او برا خارج جسم الانسان تعيش برا هي بعد نعم او خارج جسم الانسان هذا نتكلم بشكل عام بالنسبه للميكروبات تمام ومو بس كذي اذا صارت بشكل جرثومه تحتاج يعني للقضاء عليها حراره عاليه جدا وضغط يلا تموت تمام زين اذا الجرثومه المعده نتكلم عنها هي فيروس ترى يسمونه فيرزولا سيستر هذا اسمها اللاتيني للفيروس هذا هذا مثل ما تقول يعني موجود في المعده ويتحين فرص متى تتحين الفرص محتاج ليكون الوسط المعده حمضي تمام هو حمضي لكن ما يقدر يسوي شيء ليش لان الله سبحانه وتعالى خلق داخل المعده من داخل جدار خاص اذا كان متصل ما تقدر تسوي اي شيء الجرثومه هذه او الفيروس لكن اذا صار في تقرحات لسبب هو ممارسه الانسان نفسه شوف ايش ماخذ مو هي اللي تسبب القرحه الجرثومه تاكل في الجدار هي تساعد في هالشيء في وجود مثلا تصرفات خاطئه للانسان الانسان نفسه من السلوك الغذائي تمام من نوعيه الاكل من طريقه اكله السريعه والامور هذه حاله نفسيه مو زينه وياكل مثلا اللي هو من ايام احنا صغار في بعض الامور اللي يقولون لنا اهالينا ايام ما كنا صغار ترى اكثرها كان يكون صحيح يعني مثلا لا تاكل وتقرا وتدرس وليش لان الدوره الدمويه تتلخبط معاك صح. يعني انت قاعد تدرس فمعظم الدوره الدمويه تروح للدماغ اساس تخليك تفكر اساس تخليك تستوعب فلا ما يصير تقوم تاكل او انك تاكل وتترس المعده وتروح تلعب كره صح. هل يروح الجهاز العضلي ولا الجهاز الدوري فهاللخبطه عفوا الجهاز الهضمي فبالتالي هاللخبطه تسوي عسر هضم العسر الهضم يعطي فرصه للفيروس هذا انه ياكل في جدار المعده من داخل فبالتالي تصير القرحه كان في لسنوات قليله هو اهم شيء لعلاج المشكله تضافر جهود
يعني لازم دكتور مثلا الباطني او الجراحه يتساعد مع دكتور الميكروبات، انه والله يعني عرض لي هذه شنو المشكله شنو هذا، فبالتالي يقول لي ترى دير بالك فايروس. ليش؟ لانه كان في السابق نتكلم عن اكثر من 27 سنه طافت، لما يجي شخص للمستشفى ويشتكي من مثلا حرقه في المعده، كان العلاج مجرد انتي اسيد اللي هو كافسكون ولا غيره على اساس يعادل الحموضه وبس. وهذا مو صحيح، مؤقت مو صحيح. تمام، هو يعادل البي اتش، نعم، او الاس الهيدروجيني اللي هو الحموضه، نعم، تمام، ويرتاح منها، لكن ترى مو علاج. العلاج الصحيح عافيه، العلاج الصحيح ان تعطيه الانتي اسيد مع المضاد عشان تقضي او تقلل من دور الفيروس هذا. طيب دكتور خليل، حتى نوضح للناس اللي تعاني من هذه المشكله وتبي حل، هل ممكن نحل هذه المشكله؟ قلت انت لازم تتعرض الى حراره عاليه جدا ويمكن انها تموت. جرثومة المعدة تحديدا في جسم الإنسان، كيف أستفيد منها؟ كيف أقضي عليها؟ هو شوف، استفادة أو القضاء عليها لا يمكن، لكن أقدر أخليها بعدد بحيث ما تسبب لي أي مشكلة، خليها ساكنة، تمام، ولا يظهر هالشيء هذا طول فترة حياة الإنسان. ما ممكن استئصالها إزالتها؟ يعني لابد، ما لو مجرد خلية واحدة تبقى كافية بأنها تتكاثر وتريد تسوي شيء، فإزالتها صعبة. صعبة. تمام. حلو. كيف نبقى عليها غير نشطة؟ تمام. صحيح. قلنا إحنا مثل ما قلنا بداية كلامنا أو قبل شوي. عدل سلوكي الغذائي. السلوك الغذائي، طريقة الأكل، نوعية الأكل. طبعاً أنت في الأكل لازم تحرص على أن يكون القيمة الغذائية للأكل عالية. شنو يعني؟ البروتين أو نوع البروتين في الأكل. الألياف. والدهن. نوع الدهون اللي فيه. طبعا مثل ما تعرف المطاعم، نعم، 600 ألف مره يحترق الدهن بس يزيد، وهذه صح، هذه خطره جدا، وتصير مسرطن عقب، نعم، الثاني، نعم، نعم، الثاني او الثالث من الحرق، هاي خطره جدا، نعم، تتركز فيه الدرجه السميه عاليه. ونوع السكر، اذا نحتاج بروتين ودهون وسكريات، هالانواع الثلاثه نوعيتهم في الغذاء، تمام. بعد وتدري انت الحاله النفسيه والامور هذه، ان لا نخلط بين مجهودين في نفس الوقت. اليوم الطب ما وصل الى شيء يحل من خلال هالميكروبات هذه دكتور. هو يقدر يسوي عليها كنترول، ترى مو كل الميكروبات تقدر تقضي عليها. حلو. كنترول على هذه الجرثومه، نعم، مع الادويه المساعده والمصاحبه لايقاف نشاط هذه الجرثومه لحد، نعم، منها. في مفيده وفي نفس المكان هم بالمعده، اللي هي هالمره بكتيريا، اللي هي تساعد في تنشيط فيتامين يسمونه فيتامين كي. الناس لفترة بسيطة كانت تعتقد أن فيتامين كي هو المسؤول عن، هو طبعا لازم يكون غير نشط في جسم الإنسان، اللي هو الفيتامين، فيتامين كي، ايه؟ شنو دوره؟ الناس تعتقد أنه هو يعمل إذا نشط لتخثر الدم، أي مثل ما يسوي الكلوت أو الجلطة الدم، تجلطات، أي يعني في حالة الجرح والأمور هذه، لتنشط شيء ثاني اللي هو الصفائح الدموية تلتصق مع بعضها وتسكر الجرح. من دقيقتين لست دقائق هذه الفترة اللي هي الطبيعية لمعظم الناس، أقل من دقيقتين تجلط، هذا عنده سرعة تجلط، أكثر من ست دقائق معناته أنه عنده بطء تجلط، نعم، خلاص، يعني معناته في شيء في فيتامين كي. البكتيريا هاي النافعة هي تعطي اللي تحوله من يسمونها كذي كي 1 الى كي 2، ان اكتف تو اكتف، يعني غير نشط الى نشط. وجود هالبكتيريا مهم جدا، البكتيريا النافعة، نعم، مهمة جدا في داخل غذائنا، داخل جسم الانسان، داخل جسم الانسان، هي موجودة داخل جسم الانسان، بس تختلف من شخص لشخص، تكون ضعيفة عند، يعني انت تعرف دكتور المضادات الحيوية اللي ناخذها تقتل، نعم، البكتيريا النافعة والضارة بجسم الانسان، نعم، صحيح، نعم، هو هذه البكتيريا ايضا موجوده وباستمرار. بس شنو هو، ليش هو في، ترى حتى المضادات الحيويه اللي ياخذها الانسان ترى متنوعه، صح، متنوعه وتصنيفها في بعضها، في بعض العلماء يصنفها عشان يريح نفسه. شو يقول مثلا نوع ذائب في الماء ونوع غير ذائب في الماء. في علماء ثانيين يصنفون المضادات الحيويه على اساس انها، طبعا اغلبها بالانجليزي واللاتيني، ديسنفكتنت، سيرفكتنت، اللي هو ستيرلنت، يعني معقم بس قاتل بس مسوي كنترول، تمام. عشان كذي ننصح ان لا تاخذ مثلا مضادات بدون ما يكون في وصفه الدكتور، باستشاره طبيه. واحد، اثنين، لا تاخذ بكيفك، مثلا تاخذ الصبح وبعدين توقف، تاخذ ثاني يوم العصر، ترى بالعكس يمكن تضر نفسك ما تفيده، تمام. اذا قال لك بالوقت المعين لها معنى، لما يقول لك مثلا تاخذ كل 12 ساعه لها معنى. ليش؟ لان مثلا مثل ما تكلمنا قبل شوي، متى يسبب الميكروب سواء بكتيريا ولا فيروس ولا فطريات الضرر للانسان؟ لما تكون في مكان صح وفي عدد صح بالنسبه لها، يلا تطلع المشكله.
اللي هو مثلا تقرحات، مثلا تشققات جلديه، مثلا امراض لا قدر الله. يعني صدق دكتور اذا قال لي خمس ايام لازم خمس ايام اكملهم؟ يعني شفت نفسي زين باليوم الثالث هذه مشكله. شو انا اقول لك، يعني مثلا الله لا يقول، متى تظهر اعراض المرض بسبب الميكروبات؟ لما يكون مثل ما قلنا بعدد معين اساس يسوي خلل في نوع من الاجهزه في جسم الانسان، العصبي الدوري الهضمي اللي هو تمام، وصل لنفرض 5 ملايين عدد الميكروب هذا وسبب المرض هذا تمام. فلما يعطيك او يوصف لك الدكتور يقول لك اخذ المضاد الفلاني لمده مثلا يومين باليوم لمده 5 ايام، ايش معناتها؟ مرتين في اليوم لمده 5 ايام. 5 ايام ايش معناتها؟ يعني اذا اخذت اول يوم مرتين وبالوقت، هذه تقضي على مثلا قول مليون او مليونين من البكتيريا هذه. اليوم الثاني تقضي على المليون الثاني بالوقت. لو فرضنا انت طولت الوقت هذا، ايش راح يصير؟ البكتيريا هاي ترد تتكاثر. كأنك ما اخذت. تمام؟ مره ثانيه عليك المشكله. قربنا الصوره هذه، نرجع على البكتيريا النافعه لجسم الانسان. اليوم في بكتيريا نافعه تباع، وفي بكتيريا موجوده في حياتنا اليوميه باللبن والوليت وغيره، الحمضيات هذه موجوده تشوف فيها حموضه. نعم. قلت حامض هذا مو زين، قلت لا بالعكس اذا انت مدتها اكله يصير احسن. هذا في بكتيريا نافعه. تمام. هي تسبب، شوف هو حتى في عمليه التخمير، عمليه عمل الخبز، هذه ترى دير بالك، احنا ما نقول بكتيريا عشان اصلا يصير المعلومه خطا، ترى في بعضها فطريات. فطر الخميرة زين لتخمير الخبز، يعني في أنواع وتصنيفات. فبالتالي ناخذها ونستفيد منها. احنا ما نحط في أغلب الأحيان ما نحط الميكروب كامل، إنزيم داخله للاستفادة، مثل الإنزيم اللي عمل الروب زين، أو يعطي اللي هو اللاكتيك أسيد الحمضي، مادة الحمضية. أيوه. اللاكتيت. زين هذا شوي دتها أنا أكلها. تمام. في بعض، شوف يعني في ناس على حسب الرغبة، يعني مثلا يحب السويت الروب الحلو، الروب مثلا الحامض، مثلا في بعضها تساعد في عملية الهضم. ليش؟ لأنه هو عملية التفاعل أو في داخل جسم الإنسان، مثلا التفاعل يكون له فتره زمنيه، يعني مثلا يقول لك اذا اكلت وجبه من عيش ودياي ومرق ما ادري شنو تحتاج 7 ساعات اذا كنت قاعد وحاله اليقظه. صح. لكن نفس الوجبه تحتاج 14 ساعه اذا كنت في حاله نوم. سبحان الله. ليش؟ لان العمليات الهضم والتفاعلات تبطا. نعم. زين شلون اقدر اسرعها؟ ايوه، باخذ الانزيمات او البروتينات اللي هي جزء من داخل البكتيريا. هذا شو تسوي؟ اذا تتذكرون اخوان الناس تتغدى تشرب لبن تدوخ تنام. وهذه المشكله، هذا الخطا. زين فبالتالي طول فتره الهضم، عمليه الهضم. زين ولاني اسوي رياضه، ترى مو صحيح. يصح رياضه على طول تمام؟ هاي تسبب اللخبطه. طيب انا الوقت ما شاء الله سريع، لكن ما ابي اختم معاك بغير لا اتكلم على موضوع البلاستيك دكتور، لان انا نبهت حق الناس على موضوع البلاستيك، كيف نقضي عليه من خلال الميكروبات بشكل مختصر. ان شاء الله. هو طبعا نفس الشيء، احنا هم في الميكروبات او البكتيريا، هذه بكتيريا مثل ما قلنا، البكتيريا حسب ظروفها، اذا تحطها في ظروف صعبه تتجرثم او تنتج شيء ليحفظها ويحميها، واذا كانت ظروف زينه تتكاثر وشيء طبيعي. في نوع من البكتيريا وعارف اسمه. نعم. زين انا من فتره عازله وراح اشتغل عليه ان شاء الله على مستوى كبير. طبعا راح يكون مشروع مدته 3 سنوات، وراح ان شاء الله نبلش فيه ان شاء الله تعالى بشهر 9. يا رب. شنو دوره؟ البكتيريا هذه اللي لها اسم يسمونها باسيلس ترينجينسيس، هذا الاسم اللاتيني مالها، اذا كانت اول شيء نعطيها ظروف زينه، خلت تتكاثر، ابيها بعدد كبير. بعدين مره واحده اغير عليها الظروف، اخليها ظروف قاسيه، ايش راح تسوي؟ ترجع للتجرثم. في بعضها الجرثومه تحيط او البكتيريا تحط بنفسها مثل كبسول، وفي بعضها لا، يكون داخل الكبسول تحمي نفسها. اي من داخل. سبحان الله. فشو نسوي؟ احنا نبي هالشيء اللي داخل، هو عباره عن مثل يسمونه عضو او عضيه داخل البكتيريا. نعم. انا ابي هذه. هذا فيها انزيم النواه نفسها تبيه، مو النواه، هي جزء من النواه يعتبر عضو. وفي البيت الطاقه اللي يسمونه ميتوكوندريا. نعم. ايضا عضو. في عضو اخر تسوي بسبب الظروف القاسيه، انا استخرج هذا مثل يسمونه بوليمرز او خلينا نقول انزيمز، الحمض النووي مثلا، الحمض لا هذا داخل النواه، هذا برا، هذا مثل جزء اخر داخل البكتيريا. انا استخرج هذا، خلينا نقول انزيم. هذا الانزيم من القوه يستطيع ان يحلل البلاستيك. يعني شو تقطع البلاستيك شيء يتحلل ولا؟ احنا لما نحط مثلا الحمض. إيه؟ نحطه على الحمض المركز اللي هو الحمض الكبريت ولا صح، نشوف هذا يتاكل او غيره نشوف. تمام. ليش؟ لان القوه مثل يسمونه كروزف او مثل يسبب صدى. إيه؟ تمام. هذه ما تسوي صدى، لكن تحلل التركيبه مالت البلاستيك هذه، خلينا نقول على شكل مركبات كيميائيه. وين يتبخر بالهواء ولا لا؟ لا، يتكسر الى مواد يعني مفيده للتربه بعد.
لا نعم. وليش العالم ما حط هالشيء وقاعد يأن من البلاستيك اللي موجود؟ وليش ما تحكي عن البكتيريا هذه أو الميكروب هذا؟ تمام، احنا يعني مثلا انت لو تلاحظ في نعم. مرحلتين لو تلاحظ في في مراحل مثلا في البحار، في دراسات مثلا في البحار احنا ما كنا نعرف على اعماق مثلا صح 50 متر واكثر. ليش؟ لان ما عندنا الجهاز اللي يقدر ينزلنا ونطالع الهواء. نفس الشيء بالنسبه للاجهزه اللي نستخدمها الميكروبات. يعني في زماننا كان مجرد اللي هو يسمونه اللايت ميكروسكوب على الاضاءه وطالع ميكروسكوب يتكبر له 5-6 أو 10 مرات. اليوم راح يوصل ان شاء الله لمعهد الكويت للابحاث العلميه والجهاز الاول من نوعه في العالم يستطيع ان يكبر البكتيريا الى 2,000,000 مره. فبالتالي اقدر اطالع داخل البكتيريا واشوف شنو تصرفاتها وتصل الى نتائج تفيدنا احنا كبشريه وتفيد نعم الارض نعم وتفيد البيئه وغيره. نعم. دكتور خليل يعقوب متقي باحث علمي في معهد الكويت للابحاث العلميه، الحديث جدا شيق وممتع معاك، والله ما تكفي لا حلقه ولا حلقتين، ودنا ننتقل الى مختبرك الخاص فيك ونزورك هناك وانت تشتغل ونعرف الناس ونوريهم هذه البكتيريا اللي موجوده او هذه الميكروبات ويتعرفون على هذه الممالك عن قرب. فتوعدنا ان نزورك ان شاء الله عندك نتشرف فيكم يا هلا بالمختبر اي وقت ونقعد نطالع ونشوف بالهذا نراويكم. حاضر ننتظر الالماني لين يوصل لل... ان شاء الله. لا انا عندي ميكروبات ثانيه عفوا ميكروسكوبات ثانيه خلص. اقدر استخدمها إذن وفيها كاميرات وفيها مونيتورز. موعدنا جابر الفضلي قاعد يسمعنا الان بالكنترول. جابر تضبط لنا موعد مع الدكتور خلينا نزوره في مكتبه هناك ونشوف ونعرف المشاهد الكريم على هذا الميكروبات عن قرب. شكرا جزيلا لك. شكرا حياكم الله. بارك الله فيك. كل الشكر لضيفنا الكريم. مستمرين معاكم بعد الفاصل.